تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن في هذا البرنامج نفتح أبواب التواصل معكم مستمعين الكرام لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي من خلال مستشفياتها الأربع أو مراكزها، مراكز الرعاية الصحية الأولية أو المراكز الصحية المتخصصة. فالمجال مفتوح أمامكم مستمعين الكرام على الأرقام التالية اللي بتخبركم عنها دكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير دكتورة. صباحك الله بالنور والسرور محمود. أول شيء بذكركم بالأرقام 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت الحمد لله الأكاونتين نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الانستغرام. صباح الورد وصباح المدارس، صباح أول يوم دراسي لمعظم الطلبات، في ناس بدأوا أسبوع اللي فات وإن شاء الله كان يوم جميل. والأمهات الله يعطيكم الصحة والعافية، والأبهات أيضا عشان ما يكون في تحيز. حلوة هاي الأبهات. الأبهات من الأبهة ها دكتورة؟ من الأبوة. عموما كل التحية لمخرجنا اليوم أيمن سرحيل، وعندنا في التنسيق المبدعة دائما ميرا الغفلي. اليوم عندنا مواضيع عديدة ما نطرحها، ولكن ما أدري ميرا أسماء جاهزة ولا لا جاهزة؟ خلينا ناخذ أسماء وبعدين ما نطرح مواضيعنا. صباحك الله بالخير أسماء. صباحك الله بالنور سرور أخي محمود. صباحك ورد يا أسماء، وصباح المدارس والزحمة. أنا طلعت من اليوم من وقت ساعة 6:30 طالعة من البيت عشان الزحمة، صح؟ حسيت يومي بسعادة، بصحة وسعادة ما شاء الله ممتاز. وصار الأحد اللي يحبه كل أحد، اللي يحبه كل أحد. صحيح صحيح. شو رسالتنا الجميلة لليوم يا أسماء؟ اليوم إنه نحن بس نتكلم بشكل عام عن الأشياء اللي صارت في الويكند. ما شاء الله كان يصادف يوم الجمعة 8 سبتمبر، كان اليوم العالمي للعلاج الطبيعي. وغير هذا إن بمناسبة هذا اليوم، اليوم يحتفل مركز دبي للعلاج الطبيعي في هيئة كهرباء ومياه دبي لنشر الوعي حول أهمية العلاج الطبيعي. والمشكلة الناس أحيانا ما يعني تصرف بعض تصرفات خطأ ويروحون لبعض المراكز اللي ما لهم علاقة بالعلاج الطبيعي، بس لأن ضعف التوعية أو ضعف المعلومات اللي عندهم. كذلك نحب نقول أن البيان الصحي عاد مرة أخرى في صحيفة البيان كل يوم أحد، ملحقنا موجود مع المعلومات المتجددة والطبية الشاملة اللي حصلنا في هذه المعلومات وحتى آخر التطورات في مجال الطب. ممتاز. كان عندنا بعد في يوم الجمعة وكان مستمر لمدة 3 أيام مؤتمر الإماراتي الدولي الثاني للطب النووي والتصوير الجزئي للعلاج والتشخيص بالنظائر المشعل أمراض الأمراض هي خلاص خلص ما شاء الله. المؤتمرات الطبية تكون وايد طويلة فيها لو تخلصين الأسم طويل تغريدة. وكنا بعد نختم اليوم أن نحن كنا نتمنى التوفيق لكل طلابنا وطلباتنا في كثير من النصائح الجميلة المهمة لأولياء الأمور راح يحطونها في حسابات هيئة الصحة بدبي بالأخص على الانستغرام وتويتر. ونختم تفضلي بس طبعاً. عندي سؤال انا عن الفعاليه اليوم في ديوه، للساعه كم بيستمرون الجماعه؟ موجودين لين الظهر. لين الظهر. زي ممتاز. اختمي يا اسمه. واخر شيء 10 دقائق في بدايه عملك لتحديد مهامك اليوميه في العمل، التبسي اكتب مهامك، رتب اولوياتك، ثم تميز في انجازهم. كل ما كان الموضوع مرتب اكثر كل ما كان انجازك اسرع. صحيح صحيح. شكرا لك. شكرا لك يا اسماء، نهارك سعيد. نهاركم
طيب أسماء من عشاق القهوة، يعني دائما الصبح تشرب قهوة وانتي وانا تريح ان قهوتي توصل. بس انزين، يقول لك في دراسة اجراها باحثون بجامعة ساوث هامبتون البريطانية تقول ان شرب فنجان واحد من القهوة يوميا يمكن ان يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد. ولكشف العلاقة بين شرب القهوة والوقاية من سرطان الكبد، قام فريق البحث بتحليل بيانات اكثر من 26 دراسة اجريت في هذا الشأن، تضمنت اكثر من 2,025,000 مشارك. رصد الباحثون خلال عدد أكواب القهوة التي يشربها الأشخاص يوميا، وإذا ما كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين. وأثبتت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون كوبا واحدا من القهوة يوميا أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20%. ووجد الباحثون أيضا أن من يشربون كوبين على الأقل يوميا فإن خطر الإصابة بسرطان الكبد يقل لديهم بنسبة 35%، بينما من يشرب 3 أكواب يوميا تنخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%. وأكد فريق البحث أن القهوة المنزوعة من الكافيين تحمي أيضا من الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية، والتي لكن تأثيرها أقل من القهوة التي تحتوي على الكافيين. ووفقا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإن يتم تشخيص أكثر من 710 حالات جديدة بسرطان الكبد في الولايات المتحدة سنوياً. يعني تشوف كم دراسة تطلع عن فوائد القهوة يا محمود، يعني إذا مو كل أسبوع مرة تقول عن واحدة من هذه الدراسة. قهوة قهوة، يعني مو القهوة اللي أنت تشربينها هاي تبينا الصبح، هاي مو بقهوة، هاي من أي وحدة اللاتيه قصدك؟ قهوة بالحليب؟ مو بالقهوة بالحليب، أنا أتكلم عن البراند. البراند هي. أوكي، يعني الواحد يوم يجيب قهوة يشرب قهوة محترمة. إني زين خلاص يلا نحط حطية أنا وأنت ونجيب مكينة قهوة نحطها هني، نجيب من البراند محرك محترم عشان نشرب قهوة على أصول نحمي نفسنا من. تعال المكتب عندي القهوة موجودة. لا بعدين كيف نعزم أيمن؟ أيمن ما يشرب قهوة. بنروح أفتى محمود إن أيمن ما يشرب قهوة. زين تشرب قهوة أيمن؟ يقول ما يشرب. ما اللي ما يشرب قهوة يعني فقد متعة من متع الحياة. ترى القهوة غير الشاي، يعني الشاي فيه له متعة، ولكن القهوة هي نفسها فيها رائحة القهوة يعني لذيذة. وأنا بعدين أتريق قهوتي. كيف يعني رائحة القهوة اللذيذة؟ أنت لاحظ لو أنت دخلت أي مكان وشميت ريحة القهوة. اليوم ما نطلع فاصل، أنا اللي دخلت تشرح لي هذا الموضوع. يلا كملي تفضلي. ترى محمود إحنا لما نشرب مثلا كوب من القهوة إحنا مو بس حاسة التذوق، تكون حاسة الشم والتذوق والنظر كلها مع بعض تشترك عشان تستمتع بهذا الفنجان. يعني فعشان تي لما تشرب فنجان من القهوة شو اللي يستوي؟ إذا شميت ريحة القهوة من بعيد تحس بالسعادة، ويعني تيك نوع من انواع السعاده. بعدك انت بعدك ما شربت فنجان القهوه، ليش؟ لان احنا نستخدم اكثر عن حاسه في شيء واحد. شمي وصلت ريحه القهوه عندي. شكرا يا عزيز. عموما اذا يعني هذه الدراسات، لكن دائما يعني في قاعده نقول ان الواحد ما يسرف في أي شيء يسوي، ما يزيد أكيد. إنزين يعني بتأكل بتشرب بتسوي اللي بتسوي، لكن لا تصرف في موضوع الأكل. أكيد. أحب ريحة القهوة بس ما أشربها، ما استسيغ طعمها. في بعد طرح سؤال محمود في مجال قبل فاصلة أقول سؤال. عندنا يقولون كان يقول زوجتي حامل في نهاية الشهر السابع ونزل ماي بشكل بسيط، شو أسبابه؟ الحمد لله. هو يقول نحن سارين المستشفى بس نبغى نطمن. طبعا نزول الماي بشكل بسيط في أي فترة فترات الحمل وايد لها أسباب، ومو شرط دائما يكون ماي الجنين، في وايد أشياء وايد أسباب ثانية. مرات تكرم يكون حتى بول ينزل من الأم الحامل، ولكن هي غير عارفة هل هو شو نوع الماي. فأنت خيار الصحيح اللي أنت سويته، أنت تتجه للمستشفى نسوي هناك فحص معين للماي اللي طلع، نشوف هل هو ماء الجنين ولا شيء آخر. طبعا طلع ماء الجنين توضع تحت العناية تحت الملاحظة يعني في المستشفى، تمنع الحركة وأشياء ثانية. بس أقول بشكل عام أحسن شيء سويت بتروح في المستشفى وإن شاء الله خير، وطمننا عقب شو يقولون لك. يقول البلاك كوفي له فوائد، كل الحواس بتتفاعل وبتجبرك على تذوقها. صح لسانكم سائل، سامحي ما عرفت هل هو ريا ولا حرمة. سوزيتا لا حرمة يمكن. انزين عموما ميرا في مسج، ما ادري اذا الجماعه في البث المباشر لحقوا عليه ولا لا، كان يتحدث عن مركز الاتصال لهيئه الصحه بدبي. يقول ان من أسوأ الخدمات الحكوميه المقدمه لنا كجمهور، يرجى الاتصال، اتصلي في الريال
ما لحقوا عليه. خذي الريال معانا على الهوى، ما ناخذه بعد الفاصل ان شاء الله، خلينا نشوف وين المشكله وشو اللي صار معاه. صحيح. على اساس ان الجماعه في هيئه الصحه بدبي تم يعني تطوير مركز الاتصال وتقديم خدمات اخرى، لكن هذا المركز قيد التطوير، في ملاحظات اكيد. صحيح. عليه الواحد ممكن يتعرف عليها، ممكن انه يعرف وين الخلل، وبالعكس من وصل للمعنيين وهم بيتخذون الاجراء المناسب في هذا الموضوع. نحن ما نتصل بك ان شاء الله عقب الفاصل، ان شاء الله يا رب ترد علينا بس، وناخذ منك كل المعلومات اللي تبغي تقولها لنا. فاصل، وبعد الفاصل بتكون معانا الدكتورة حمدة المسمار ان شاء الله بتكون معانا بتحدثنا عن بعض الخدمات الجديدة. ففاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا الدكتورة 600551414، ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف الحمد لله على الأكاونتين هيئة الصحة بدبي ونور دبي على الانستغرام. أم راشد عندها ملاحظة على مركز الاتصال في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أم راشد. صباح النور. مرحبا أخوي. هلا تفضلي. أنا عندي شكوى على مركز الاتصال استعاد العمل، أظن اسم المركز. تفضلي. إنزين، أنا كنت متصلة على أساس يحولوني على عيادة المنخول، لأنه ما شيء دايركت اتصال حق العيادة. صح. فعن طريق مركز الاتصال قلت لهم أن أباكم توصلوني أنا للعيادة، ولا أنتوا توصلون المعلومة هاي للعيادة. أوكي. أن أنا موعدي بالساعة 10:30، أبغى أجل الموعد للساعة 11 ولا 11:45، يعني ربع ساعة ولا نص ساعة. فقالوا شوف أختي السيستم يبين المواعيد فل، فماشي مجال نحن نحوش. أقول لهم أنا أعرف، لكن لأن نحن عندهم أبديت حق سيستم سلامة فقاعد يستوي كثير تأخير، ففي مجال تخمسون للنيرس هناك ولا الريسبشن ولا أي حد هناك، إذا الدكتورة عندها ضغط إني بتأخر ربع ساعة ما بأكثر ولا نص ساعة. سيقولون شوفي نحن ما عندنا أي تواصل ويا المركز، ما نقدر نتصل بهم ولا نقدر نوصل العميل الكاستمر للمركز. فقلت له مش قايل وانتو اسمكم مركز اتصال، انتو شي قطعتونا عن العالم ما وصلتونا. قال والله هذا هو السيستم وهاي الأوامر من الإدارة العليا. قلت له زين الحين حاول لي فيها السالفة، حاول مني منك مني منك، من الساعة 9:30 أنا بتصل به ما سوالي شيء. اتصلوا بي من بدالة مستشفى راشد. أقول لهم أنتوا شو عندكم؟ يقولون والله أنت طالبة رمسينة. قلت لا والله أنا ما طلبتكم، أنتوا طلبت عيادة المنخول. كان اتصل مرة ثانية أقول لهم أنا طلبت عيادة المنخول، إيش حكم حولي لي على بدالة راشد؟ قالوا لأنه ماشي اتصال. أقول إيش قال ماشي اتصال؟ فأنتوا اسمكم مركز اتصال؟ يقول ماشي اتصال. يقول لي والله أنا بقترح عليكي تروحي هناك وما أدري وتجلسين وتترين. أقول له أنا يوم أسمع اقتراحك أنت ليش أنا متصلة؟ أنا باك توصلني. وبعد هو ما فادني 10 دقائق ربع ساعة ساعة حدا الريال ماشي بخيد. اتصلت على رقم هيئة الصحة اللي هو رقم الشكاوي. أشوف كيف بيقدرون يساعدوني. يقولون لي والله شوفي أختي هم ردوا عليك بالحل الأنسب أنك تسيري هناك، لأن أوامر الإدارة العليا تقول أن نحن لا نوصلكم ولا نحن نتصل بهم. فأقول لهم كيف الإدارة العليا شي تقول؟ وبعد نفس الشيء هاي أوامر من الإدارة العليا. شفت إنه ما شي فايدة. وأنا يوم جيت هني العيادة الدكتورة قالت لي لو أنت متصلة، كان قلت لك ما عاد تأخر الساعة إلا ربع، لأن من الضغط وتحديث السيستم هم سوي تأخير، فأنت تقدرين تتأخرين إلى ما يدورك. ممتاز. طيب أم راشد أنا عندي نقطتين الحين. انزين على المداخله مالتك. اول شيء اللي انت تفضلتي فيه بالنسبه لمركز الاتصال، هذا الكلام كله من حوله للمعنيين، لان للامانه وردتني انا اكثر من ملاحظه بهذا الشكل، ان يا جماعه الخير وصلوهم، لكن هذا موضوع معك حق فيه 100%.
زين. انا عندي بس نقطه ثانيه ام راشد، يعني هذه مو بلتش انت، للجميع يا جماعه الخير، الله يخليكم، مواضيع المواعيد اللي تاخذونها التزموا فيها، لان فيها تاثير كبير على الناس اللي بعدكم والناس اللي بيكونون موجودين وطالبين هذه الخدمات. ايضا الدكاتره يتاذون من هذا الموضوع، بغض النظر في حالات ممكن الواحد يكون فيها فليكسبل ولا يكون فيها مرونه شويه يعني. مرونه. دكتوره ندى موجوده في مركز البرشه وتعرف المعاناه اللي كنا نعانيها وما زلنا نعانيها في هذا الموضوع. فجزاك الله خير يا ام راشد، انا ملاحظتك بنقلها تماما حرفيا مثل ما انت تفضلتي، وايضا مجموعه من الملاحظات حول نفس النقطه هذه. فمشكوره يا ام راشد، تبغين تضيفين شيء؟ الله يعافيك، مشكوره. بس مساله الالتزام بالمواعيد هذه وايد مساله مهمه يا جماعه الخير، الواحد لا يحسبها على 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 الصعيد الشخصي ماله، لا محمود يحسبها ان في منظومه كامله. انت بهذا الشكل تساهم انك انت يعني ترفع مستوى الخدمات للجميع، مو بس لك انت. اكيد محمود، واذا انا باجل موعد يا جماعه سووه من وقت، يعني انتوا تعرفون موعدي اليوم مثلا الساعه 9:30، قبل باربع خمسة ايام او اسبوع اتصل واسوي عشان نقدر نعدل جدول المواعيد، مو في نفس اليوم. اكثر اليوم ناس صعب. اكثر ناس كانوا يعانون من هذه المساله جماعه الاسنان للحين ها، عشان شيء نحن عندنا دكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي، بتكلمنا يعني على موضوع آخر، ولكن دكتورة إذا عندك تعقيب على موضوع المواعيد. دكتورة حمد عليكم السلام. صباح الخير. صباحك ورد. أهلا وسهلا. سمعتينا دكتورة كنا نتكلم على موضوع المواعيد والالتزام فيهن. أكيد طبعا، إحنا نهيب الجمهور الكريم أن مثل ما تفضلت أخوي محمود أنهم يلتزمون بالمواعيد، لأن في خطة علاجية، فلما المريض أكيد طبعا في ناس تصير لها ظروف وما يقدرون يحضرون على مواعيدهم. أكيد صح، بس ممكن يتواصلون ويلغون هذا الموعد بحيث أن غيرهم ممكن يستفيد من هذا الموعد. صحيح. الحين تراهم يقولون بعد مركز الاتصال ما قاعد يوصلنا، هذه مسألة لازم نعالجها، نشوف شو الآلية في هذا. صحيح. الموضوع على أساس أنه نعرف كيف ممكن الجمهور نسهل عليهم المسألة. يعني بضيف لأن ممكن يدخلون على اللي هي التطبيقات الذكية صحتي، ممكن على أساس أنه ممكن يلغون الموعد. صحيح، بس دكتور الكبار السن وهذه يعني مسألة وايد صعبة بالنسبة لهم، وايد ناس ما يعرفون يستخدمون. أنا وحدة أضيع مع التكنولوجيا أحيانا. إذن يعني الحين لازم نتواصل مع اللي هو مركز الاتصال ونشوف شو إمكانية أن نوجد آلية عمل جديدة في هذا الموضوع، أساس أنه بس نسهل على المتعاملين قدر الإمكان. أكيد. طيب مو بهذا موضوعنا الدكتورة، إدارة خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات اللي ساهمت بشكل فاعل في تحقيق أقصى درجات الرضا للمتعاملين من خلال خفض فترات الانتظار يعني إلى الصفر في بعض عيادات الأسنان، والمساهمة في نشر الوعي والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع. نحن نتحدث دكتورة عن المبادرات والجهود اللي قامت بها الإدارة لخفض وقت الانتظار في عيادات الأسنان عندكم. طيب بالنسبة للمبادرات اللي احنا طبقناها لخفض وقت الانتظار في عيادات الأسنان، ذلك كانت تماشيا مع استراتيجية هيئة الصحة دبي بتقديم خدمات ذات جودة عالية ومعايير عالمية لضمان حصول مراجعينا على الخدمات الصحية المطلوبة. فإحنا قدمنا ثلاث مبادرات. أولا المبادرة الأولى هي إلغاء المواعيد المسبقة في عيادات طب الأسنان العام وعيادة صحة الفم والأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بحيث انخفضت من 90 يوم أن الواحد كان على أساس يأخذ موعد يتريى 90 يوم لما يحصل على موعد إلى صفر، وذلك أن احنا نستقبل المرضى ويتم علاجهم مباشرة دون مواعيد. المبادرة الثانية هي تقليل وقت الانتظار في عيادات التخصصية، فتم وضع آلية للقضاء أو للتقليل من وقت الانتظار في العيادات التخصصية بأن احنا عدنا جدولة الكادر الطبي بين المراكز الرئيسية
اللي هي المزهر ومركز البرشة ومركز البدع ومركز نادي الحمر. وعملنا على زيادة العيادات التخصصية في التخصصات اللي لقينا أن فيها قوائم الانتظار طويلة. ممتاز. بحيث أنها كانت تصل في بعض التخصصات إلى أن الواحد ينتظر لما يحصل على موعد 186 يوم. صح. بعدين على هذا الطاري دكتورة، في واحد يقول محمود أنا أشوف مشاكل المواعيد من هيئة الصحة أكثر من التزام الناس من عدمه، خاصة المواعيد بتواريخ بعيدة، فكان يتكلم على هذا الموضوع إنه من بعد الموعد. هي أنت كم يوم قلتي لي دكتورة؟ كان هذا قبل، أنا أتكلم عن أنا إحصائية اللي هي 2015 هي. اللي هي كانت المواعيد تصل في بعض التخصصات إلى 186 يوم، والسبب يعني مثلا ممكن أنا يعني أرد على مداخلة المراجع إن صحيح مثل ما يقول بعد المواعيد شو سببها، لما كل مريض مثلا يكون عنده 3-4 مواعيد عرفت، وما ما يحضر على هالمواعيد وما يلغيها، هذا شو يؤدي؟ يؤدي ان انا مثلا مريض ثانائيه بياخذ موعد ما يقدر يحصل على موعد، فاذا المواعيد بعيده. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. لما احنا حطينا في الاليه لخفض هذه قوائم الانتظار الغاء المواعيد المتسلسله، يعني ان المريض اذا ما حضر على موعده في خلال من 48 ساعه ما حضر على موعده تلغى هذه المواعيد اوتوماتيك. صحيح. ممتاز. ففي هاي الحالة لما أنت تلغي المواعيد، أنا مثلا كان عندي 4-5 مواعيد وما حضرت، وعرفت كيف اليوم أنا ما حضرت وما كنسلت موعدي، فكل مواعيدي الباقي كلها بتتكنسل. لما تي ندى وتبغي موعد تشوف أن في مواعيد مفتوحة، فتقدر صحيح. تحصل على موعد قريب. لا تعطونا لا تعطونا أنا روحي متى ما أزول هات الأسنان وما عندي وقت بنعطي محمود. إنزين فهذا شو يعني أنت، إحنا نتكلم عن 186 يوم كان في 2015، حاليا إحنا نتكلم عن معدل الأيام، يعني معدل وقت الانتظار عندي 55 يوم حاليا. ما شاء الله ممتاز. أنا أتكلم دكتورة عن معدل، يعني أنت تتكلم عن 11 مركز يمكن يزيد أو ينقص طبعا، وأربع مستشفيات في حين أن طبعا ممكن أنت تسيرين ممكن تحصلين باكر، لأن هذه اللي هي عملية لما يصير في تكنسيل فيصير في أن تنفتح سلوتات بحيث أن الواحد ممكن يحصل فيها مواعيد. صحيح. المبادرة الثالثة اللي ما شاء الله الحمد لله الحمد لله نحن يعني حققنا فيها إنجاز كبير هي قوائم الانتظار لعلاج أسنان الأطفال تحت التخدير العام. احنا نتكلم عن أن في عام 2015 كانت تصل أن يحصلون على موعد 24 شهر، في 2016 قدرنا نخفضها إلى 7 شهور، والحين حاليا 45 يوم. 45 يوم ممتاز. Yeah. يعني أنا يعني بهذا الإنجاز أنا أتقدم بالشكر للكادر الطبي في شعبة أخصائي علاج أسنان الأطفال، لأن في جهود مبذولة للحصول على هاي النتائج المشرفة. ممتاز، يعطيهم ألف عافية. دكتورة حمدة لو السريع تعطينا مبادرات الإدارة لخدمة أصحاب ذوي الهمم. طيب تماشيا كذلك مع عام الخير اللي يهدف إلى ترسيخ عطاء الأفراد والمؤسسات يعني المجتمع اللي هو عطاء وتطوع بلا حدود، فإحنا كإدارة أسنان قدمنا مجموعة من الحملات التوعوية والحملات الوقائية لكبار السن، لذوي الاحتياجات الخاصة، مدارس الطلاب ذوي الدخل المحدود، تقدم وكذلك اليوم أصحاب الهمم في نادي دبي لأصحاب الهمم أن إحنا يقدموا لهم برامج تدريبية حتى للقائمين على رعايتهم. صحيح. ممتاز. نعم نعم. وإحنا كذلك اللي هي من خلال اللي هي إحنا نشارك في جداول فعالياتهم، فإحنا نكون مثلا جزء من هاي الفعاليات. ممتاز. طيب الله يعطيها العافية دكتورة حمدة، بنفسها تثابر وتركز على موضوع تقليل وقت الانتظار بالنسبة للمواعيد. دكتورة يعني آخر سؤال بس كان يسأل أيمن يقول طيب إذا كانت في حالة طارئة للأسنان وين المفروض يتوجه إذا ما كانت سؤال جميل شغالة؟ أيمن انزين قول له أن إحنا عيادات الأسنان سمعتي تشتغل من 7:30 الصبح لتسعة ونص بالليل. إنزين هاي العيادة مفتوحة في كل المراكز الصحية. أوكي. دكتور مركز. الحالات اللي ما بعد هذا ممكن يتحولون إلى حالة طارئة، يتحولون إلى الأنكول موجود عندنا في مستشفى راشد. إحنا عندنا خدمات 24 hours.
مشكورة يا دكتورة حمدة المسمار، مدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي. نحن شاكرين لك هذه المداخلة، ومرة ثانية تعالين للاستوديو الله يخليك، نبغى نشوفك دكتورة. زين، بالتليفون. مشكورة، حياك الله. إذا كانت معنا الدكتورة حمدة المسمار، مدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي. دكتورة نحن نطلع فاصل، بعد فاصل شو عندنا؟ عندنا موضوع جميل عن عودة المدارس والنصائح اللي تحتاجها الأمهات، فتابعونا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أتمنى من هيئة الصحة بدبي عند إرسال رسائل نصيحة المهم نصية بخصوص مواعيد العيادات أن تكون رسائل باللغة العربية بس، يرسلون بالإنجليزية. وشكرا لكم حمد الجزيري. أعتقد في أوبشن تختار اللغة، تختار محمود أو ما تسجل تبع عربي ولا إنجليزي عادي أخوي، من العيادة نفسها يقدرون يغيرون حتى. ممكن أنزل هيئة الصحة تبحث الجودة والتميز وسعادة المريض، واجتماعات الدكاترة من وقت المريض ابحثوا عن حل وتركوا التبرير. يعني أنا أتمنى أن تكون رسالتك شوية فيها إيجابية أكثر من ناحية أن فيها تبرير ولا مش تبرير. لا، نحن الأمانة الناس اللي موجودين في هيئة الصحة يعني ما أحب أزايد عليهم، لكن الكل يبحث عن سعادة المتعامل. أكيد. فإن شاء الله إن شاء الله ياريت تعطيني بس الموضوع بالتفصيل. أخوي محمود صباحك الله بالخير، أحس أنهم يبون يروجون للقهوة، أهلنا الكبار دوم يشربون القهوة وبعدهم مرضى عبد الله الزيودي على موضوع القهوة اليوم. أتمنى من هيئة الصحة بدبي عند إرسال هذا قريناه مرة ثانية. صباحكم الله بالخير محمود ودكتورة ندى، دائما متعلقين. سؤال دكتورة حمدة مدير قسم الأسنان، ما هي جهودكم لتشجيع البحوث العلمية في مجال طب الأسنان ومن تألق لتألق؟ إن شاء الله يا محمود. شكرا. المشكلة أن الرسالة وصلتنا الحينة، عقب ما خلصنا مع دكتورة حمدة للأسف ما أدري ليش. هذا حق بو عمر اللي فوق صح؟ زين، اليوم عندنا موضوع العودة للمدارس، تفضلي دكتورة. الموضوع شيق، وأعتقد اليوم كل الأمهات المفروض تكون على السمع. فبدأت صباح هذا اليوم الأحد مدارس الدولة باستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد، اللي نتمنى إن شاء الله يكون عام سعيد مليء بالصحة والعافية والتفوق والتوفيق لطلبتنا الأعزاء على اختلاف المراحل الدراسية. بنتكلم عن موضوع عودة المدارس، استعدادات، دور الأهل، صحة المدرسية، تغذية الطلبة، كل المحاور الرئيسية بنناقشها مع ضيفنا الدكتور حامد يحيى حسين، أخصائي أول طب الأسرة والمجتمع ومساعد رئيس شعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية، بالإضافة أستاذة سهى نوفل أخصائية التغذية العلاجية بعد الصحة بدبي. صباحكم الله بالخير، نورتونا وتوفيق لعيالنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بداية نتحدث عن دور الأهل في تهيئة الطالب للعودة للمدارس، بما في ذلك ضبط الساعة البيولوجية للطالب، خاصة أنه بعد الصيف والسهر يعني الطلاب كلهم عندهم سهر وكذا، فبتكلم عن هذا الجانب، وبعدين نتكلم عن جانب الأكل. ها دكتور تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أود أن أهنئ الطلبة لبدهم عام دراسي، وأتمنى لهم أن يكون هذا العام الدراسي مليء بالتفوق العلمي والدراسي والصحة، وأن يعيشون عام دراسي يعني ذات جودة عالية بالنسبة للصحة. فيما يخص هناك أدوار كثيرة ممكن أن نمارسها تجاه أبنائنا الطلبة، الأدوار هاي ممكن يكون دور للأسرة ودور للمدرسة ودور للأستاذ ودور للصحة المدرسية في هيئة الصحة في دبي. أكيد. ففي أدوار متعددة كثيرة، لكن يبقى دور الأسرة هو دور محوري في أن يحتضنون الطالب ويضعوه على الطريق الصحيح، خاصة في بداية العام الدراسي. لسبب بسيط، أنه الطالب كان يحيا نمط حياة معين أثناء العطلة، والآن يجب أن ينتقل إلى نمط حياة آخر أثناء الدراسة. فإذا عملية الانتقال من نمط حياة معين إلى نمط آخر يحتاج لشيء من التكيف، وإحنا نضع كثير من الآمال على الأسرة أن تهيئ الطالب لبدء العام الدراسي، وخاصة أنه طالب كان في فترة العطلة يبقى سهران إلى أوقات طويلة ويمارس بعض الهوايات وإلى آخره. فإذا على الطالب أن ينتقل إلى مرحلة الحياة الدراسية، أنه عليه أن يستيقظ مبكرا، عليه أن
يلتزم بالمنهج الدراسي، عليه مسؤوليات جديدة. فإذا الأسرة لها دور كبير جدا في أن تهيئ الطالب نفسيا وبدنيا في أن ينتقل من مرحلة نمط حياة العطلة الصيفية إلى نمط حياة الدراسة بانتقال سلس ومرن وصحيح، بحيث نضمن أنه تصير عملية انسيابية للطالب في أن يندمج بالحياة الدراسية ونمط الحياة الدراسية. هل تغيير السلس متى فوت في الدكتور حامد؟ هذا من الأمهات يسألون، تلاقي الأمهات ليلة المدرسة هو الانتقال بالنسبة لها. احنا سبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع قبل أسبوعين في العيادة الذكية، وقلنا أنه يعني يحتاج إلى أسبوعين قبل بدء المدرسة لأن كيف الطالب على الأقل في أن يبدأ يغير نمط نومه ونمط تغذيته ونمط استغلاله للوقت وكل الأنماط هذه، بحيث يستطيع أن يندمج مع متطلبات الحياة الدراسية اللي تختلف عن متطلبات العطلة الصيفية. فإذا يحتاج بعض الوقت حتى يتكيف الطالب إلى. طيب، هذا بالنسبة للطالب من خلال الممارسات والسلوكيات وضبطها من ناحية يعني النوم وغيره، لكن بالنسبة للغذاء فخبرينا دكتور سهى. أول شيء كل عام وأنتم بخير، للطلاب، للأهالي، المدرسين، وعام دراسي جديد موفق إن شاء الله للجميع. بالنسبة للغذاء والتغذية لطلابنا، إحنا بنعرف كل ما إحنا اهتمينا بتغذية الأبناء من هم صغار من هم في المدارس، كل ما صار عندنا مجتمع صحي، مجتمع خالي من الأمراض، سواء الأمراض المعدية أو غير المعدية. الاهتمام الأكبر بيكون طبعا بنركز فيه على الأمهات، كيفية الاهتمام بتغذية أطفالهم، بالاهتمام بالوجبة الإفطار الصباحية، بعدين كيفية اختيارهم للغذاء نفسه، بعدين ننتقل للأطفال نفسهم، كيف الطفل يختار غذائه في المدرسة، المدرسين، المدراء، اهتمام الجميع بيشترك في كيفية إعداد الغذاء الصحي والاختيارات الصحية للطفل اللي فيما بعد حتأثر على مستوى تركيزه على عطائه في المدرسة. صحيح استاذ سواء، طبعا نمطك الريوق، طبعا يقول عن ريوق، طبعا طول الصيف تلاقي ليال ما تريق لانه يسهر ليل الصبح وينام ليل الظهر. فاهميه وجبه الفطور او الريوق باللهجه المحليه، شو مفروض تحتوي عليه قبل ما الطفل يروح المدرسه، وهل لازم ياكلها قبل ما يصير ولا ياخذ ريوقه مع المدرسه وياكلها هناك؟ لا طبعا، هلا ان اذا بدنا نحكي على وجبه الافطار، كل ما كانت وجبه الافطار بكير كل ما كانت افضل. طبعا المفروض الطفل يفطر قبل ما يطلع على المدرسه، هو عندك نايم فتره طويله فعندك مستوى الجلوكوز نزل في الدم. صحيح، فوجبه الافطار اول شيء بنحكي انها بتعطي الطاقه اللازمه للجسم بعد هبوط الجلوكوز الموجود، فانت اخذت طاقه الطفل، بتساعده على التركيز، الانتظام في الطبق الصباحي، بيروح على المدرسة بحيوية بنشاط، بيستطيع يركز والأستاذ بيشرح، فكل هذا عم بيأثر على إنجاز الطفل وعلى تحصيله العلمي فيما بعد. صحيح صحيح. هو حين فطر الصبح معي دكتور حامد، أنا جمع أسئلة الأمهات وأسأل الدكتورة سهى مرة واحدة. طبعا بس بالنسبة لحكيتي لي شو يحتوي وجبة الإفطار، من المهم جدا أن وجبة الإفطار تحتوي على الأقل على إحنا تحتوي على أغلب المجموعات الغذائية، لكن ضروري تحتوي على الكربوهيدرات اللي هي النشويات، سواء الحبوب الكاملة أو الخبز أو ما شابه، نسبة من البروتين، مجموعة البروتين اللي هي بتخص الأجبان، اللبنة، الروب، بالإضافة لحصة من الخضار أو الفواكه. فلافل مال المدرسين؟ الفلافل، شو رأيك الفلافل؟ لا مال المدرسين. كيف يعني مدرسين محمود؟ نحن كان يبون نتي ملفوفة كذا، مال المدرسين نتي خبزة مدورة أكبر. إيه أكبر. هسه هذه لازم تكون قبل بس بعديها بعدين. طيب، الحقيبة المدرسية واحدة من الأمور الضرورية اللي يجب الأهل ينتبهون لها، تأثيرها، تأثير وزنها على البنية الجسدية للطالب، فتخبرنا الدكتور حامد عن هذا الموضوع. يعني هذا موضوع احنا دائما نأكد عليه ونحاول أن نوعي الآباء والأمهات عليه، موضوع وزن الحقيبة المدرسية موضوع مهم جدا، يعني يأثر على صحة الطلبة، يأثر على العمود الفقري للطالب، إذا كانت ثقيلة ممكن يعمل تقوس إلى الأمام أو تقوس جانبي ما يسمى بالكايفوسيز وسكوليوسيز إلى آخره. فإذا احنا في كل الأحوال نود أن ننصح الآباء أنه لا يزيد وزن الحقيبة المدرسية للطالب في كل الأحوال عن 10% من وزن الطالب، وإذا كان أقل من ذلك فهذا من الأفضل. فإذا يأخذون الشنط هذه اللي تنسحب دكتور على الأرض. أنا أريد أشير إلى هذا الموضوع. إذا أولا حتى نحقق هاي العملية يحتاج أنه الطالب يأخذ فقط الكتب اللي يحتاجها في اليوم الدراسي، ما مخصص حسب الجدول لهذا اليوم، يأخذ هذه الكتب اللي يحتاج
حاجه في هذا اليوم، ولا يجب ان نتفادى ان طلب الطلبه ياخذون كل الكتب يوميا معهم، في لانه هذا يؤدي الى زياده وزن الحقيبه المدرسيه. هذا واحد. اثنين، بالنسبه للاعمار الصغيره اللي هي الكي جي ولا صف اول وثاني، من الافضل ان يستخدمون الحقيبه اللي تنسحب بها عجلات وتنسحب، أو الآباء يساعدوهم أثناء ما ينقلهم إلى المدرسة، ينقلوا لهم الحقيبة إلى أن يصلون إلى الصف، وكذلك من يخرج من الصف الدراسي الأب والمرافق يأخذ الحقيبة ويأخذها إلى الباص أو إلى المدرسة أو إلى السيارة. فإذا بالنسبة لهذه الفئة العمرية من الأفضل، أما الآباء والأمهات ينقلون الحقيبة مع الأطفال، أو الطفل يستخدم الحقيبة اللي بها عجلات. بالنسبة للأعمار الأكبر هم يفضلون أن يستخدمون الحقيبة اللي تحمل على الأكتاف. ففي كل الأحوال نتمنى أن يكون يلتزمون بموضوع أنه يأخذون الكتب المخصصة لليوم الدراسي فقط، ويتفادون أن يأخذون الكتب كلها مرة واحدة كل يوم. في تعليق يقول والله للأسف في مدارس يمنعون إحضار الحقيبة اللي تنسحب، وإجباري ناخذ الحقيبة اللي على الظهر ومساكين الأطفال. صحيح محمود، في مدارس تمنع، ممنوع الجر، لازم تنشلش. ليش؟ شو السبب يعني؟ يقول عشان السلم، في مدارس تمنع عشان السلم، عشان يعني ما يتم ينزل الحقيبة على السلم سلال المدرسة، ما قوانين المدرسة. أستاذ السؤال، بس تكلمنا عن الفطور أول الصبح، احنا لما الطفل يروح المدرسة نهار طويل لازم ياخذ وجبة ثانية، أكيد. فشو نقدر نبعث مع الطفل يوديه المدرسة مع الحرنة دائما أحاتي الأكل يروح المدرسة؟ لا، هو احنا المفروض نراعي الوجبات اللي بتنعطى في الحر، او الوجبات اللي بتنعطى للطفل في اثناء الجو البارد. في وجبات ما بتتحمل الحرارة العالية، يعني مو كل يوم عيش ولحم عيش ولحم. مش هياخد حش محمود كان ياخذ حش ولا لا؟ احنا هلا بنكون اللي هم مسمين اللانش بوكس او الحقيبه الغذائيه اللي بترافق الطفل في المدرسه. المفروض يكون الاهل ام حريص على انها تحط له فيها الساندويش، تنوع في الساندويش، ممكن الجبن زي ما حكينا، اللبنه، الزيت وزعتر، بعض الكرواسون، تكون فيها مصدر للألبان، سواء حليب بالفواكه، روب بالفواكه أو الزبادي يعني. صحيح. فهو هيك بيكون حصل على مصدر للكالسيوم، أخذ كمان حصة فواكه، بعض الفواكه المقطعة اللي هي مثلا، أو لو ما كانت مقطعة يكون سهل على الطفل يتناولها، تحط له حصة مثلا عنب، خوخ، أي نوع من أنواع الفواكه. إذا ما بده يأخذ الفواكه هاي ممكن يأخذ العصير. فالمهم يكون الطفل فيه عنده هاي المجموعات، يحرص على تناولها، ما نحط له أطعمة ممكن تتعرض للفساد زي سندويشة البيض أو المرتدل أو الشغلات اللي مثل هاي المصنعة. البيض ممكن يفسد؟ ممكن يفسد طبعا في الحر، طبعا الحر هذا ممكن في الحر طبعا. الغذاء مهم دكتور لممارسة النشاط البدني اللي ممكن يعني يصاحب الدوام المدرسي. صحيح. وخاصة أن الأطفال ممكن يتحركون بشكل كبير أكثر من عندنا نحن، فنبغي نتكلم عن أهمية ممارسة النشاط البدني للطلبة. النشاط البدني يعتبر أحد أهم العناصر الأساسية اللي تديم صحة الطالب وتمكنه من أن يعيش حياة صحية ذات جودة عالية، وبالتالي يؤثر على أداء الأكاديمي أيضا. وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، حتى يكون الإنسان نشط بدنيا يجب أن يمارس الرياضة على الأقل 30 دقيقة لمدة 5 أيام بالأسبوع. وبالحقيقة في المدارس الموجودة الآن في دبي، الحقيقة في عندنا نوعين من ممارسة النشاط البدني، عندنا الانتراكوريكولا اللي هو داخل المنهج، الحصص داخل المنهج، وعندنا الاكستراكوريكولا الحصص اللي هي خارج المنهج. الحصص اللي داخل المنهج الآن أكثر المدارس بتحاول تزيد هذه الحصص، وهذا تطور جديد حصل خلال السنوات الأخيرة، بحيث كانت بالبداية قليلة لكن الآن بدأت تزيد هذه. بس نرجو من الأساتذة ومن المدرسة أن يستم عملية استغلال الحصة استغلال حقيقي، بحيث كل الطلبة يندمجون في هذه الحصة في أخذ الممارسة الرياضية، ولا يصير عملية هدر بها أو الاستخفاف بها، لأنه النشاط البدني مهم جدا وإلى تأثيرات كبيرة على صحة الإنسان وعلى نشاطه وعلى الفتنس وعلى أداء حتى الدراسي. لما نحط وجبات صحية للأسف البوكس يرجع للبيت مثل ما هو، نشوف بقايا أسنان على كل وجبة، يعني قرمة ياخذ. بالنسبة لهذا الموضوع خاصة للأطفال اللي في دور الحضانة أو المراحل الابتدائية زي صف أول صف ثاني، هون بيجي على دور المدرسة أو المشرفة في الصف،
احنا بنحرص جدا انها تكون تراقب هدول الاطفال. هدول الاطفال اذا ما حد تابعهم وشجعهم على تناول الوجبه ما راح يتناولوها. اغلب الاطفال بيبتعدوا عنها او خلص ما بدهم اياها. بقول سندويتش النوتيلا بس هو اللي يختفي. سندويتش شوكولاته. اذا استاذه شو رايك في امهات يقولون زين انا ما ببعث اي خيار غير صحي، بس بحط خيار الصحي في اللانش بوكس عشان اجبر الطفل انه ياكل هذا لما في اكل ثاني. شو رايك بهالطريقه مع الاطفال؟ شوفي هاي الطريقه نافعه خاصه اذا كان الصف كله عم يتناول نفس الوجبه. عشان هيك احنا هلا عندنا كثير من المبادرات بنثقف كمان المدرسين، حريصين على تثقيف المدرسين واولياء الامور في هذه في هذا الموضوع. صحيح. فلما المعلمه تحث كل الطلاب انه انت ممنوع تجيبوا الشيبس، ممنوع تجيبوا هذه الامور، بعض الشغلات ممنوع تجيبوها على الصف، كل الصف يكون نفس الشيء، فالطفل بتشجع ما بحس حاله انه هو مختلف، بالعكس بصير ينقل هاي الافكار عنده على البيت انه يا ماما لا انا بدي اتناول هيك، انا اليوم المدرس قالت لنا هذا الشغله. فاحنا نحرص برضو تثقيف الاهالي ممتاز. المدرسين ممتاز جدا. الوقت انا قاعد يداهمني بشكل كبير، يعني في مجموعه اسئله كبيره استراحت لك اللي يكون فيها تناول الطالب لوجبه اجباري وتعتبر تقويم شو هاي لوكي ما عرف لتناول الوجبات. أغلب المقاصف مش صحية بالمدارس. دكتور يعني تعليقك على آخر تعليقي أنا هذا، وأيضا الخدمات اللي تقدمها عيادات الصحة المدرسية للطلبة. أولا العيادات اللي تقدمها عيادة الصحة المدرسية للطلبة هي عيادات متعددة وكبيرة تتعلق بالنشاط تعزيز الصحة والنشاط الوقائي والنشاط العلاجي. فيما يخص النشاط العلاجي هناك ما يسمى بالفيرست ايدز اللي هي الإسعافات الأولية والإمرجنسي حالات الطوارئ ومعالجة الحالات الطبية اليومية اللي هي مثلا الزكام والسعال إلى آخره. فيوميا موجودة هذه الخدمات كلها بشكل كامل ويقدموها أطباء وممرضات مدربين تدريب عالي. فيما يخص الخدمات الوقائية عندنا التطعيمات بشكل أساسي وهناك عدد كبير جدا من التطعيمات يعطى للطلبة. وفيما يخص الخدمات التعزيزية عندنا اللي التثقيف الصحي وعندنا التثقيف التغذوي وعندنا النشاط البدني وغيرها. فهناك باقة كبيرة جدا من الخدمات تقدم للطلبة أثناء وجودهم بالدراسة لضمان أن يعيشون حياة صحية سليمة. جميل. أنا بس هذا آخر تعليق، لأن بنتي بالكيجي صعب إقناعها حتى تتناول وجبة قبل ما تروح المدرسة. أنا هني أتوقع طبع محمود شو تعود عيالك في البيت. لحظة مع احترامي الشديد، أن كيف بنت في الكيجي انا ما اقدر اقوم سلوكها؟ هذه شغله يعني اذا هي في الكيجي مو قادر اقوم سلوكها الصحي باكر بتكبر. هذا تعويد انت شو عودتي في البيت الطفل؟ والطفل زي ما يشوف الام عم تفطر حيفطر. الطفل مقلد خاصه للام كل ما كان صغير. بس ما في مشكله محمود، لن يفوت الاوان. انتوا في ايام الاجازه في الويكند الجمعه والسبت عودوا الطفل شويشه من يصحى الصبح. ترى شو المشكله محمود؟ ان ايام الطفل كان في البيت ما يصحون وجبه الفطور، يخلونه نايم لين الظهر. خليني ساكته. لو عودتوا الطفل يصحى من الصبح عودوا حتى على المدرسه حتى ايام الاجازه، مو لازم الطفل يصحى الساعه 12، خلوه يصحى 7:30 8:30 يصحى الصبح من بدايه النهار يفطر، راح يتعود شويشه. مو لازم ترى ياكل وجبه كبيره حتى لو كان بيضه واحده. الله يخليك دكتوره. انا خليني ساكت كمان. التركيز جدا على شرب الماء بالنسبه للاطفال، الاطفال والتلاميذ، لانه ممتاز. الماء هذا شيء بنسوه نهائيا، فلازم نكون حريصين جدا على انه نحرص الام تراقب خلاص سامح لا تقرم الحين. الكيجي يعتبرون الامر الناهي في البيت وهم اللي يشرفون علينا مبنحن. يعني للاسف انا اقول اولياء الامور هم اللي محتاجين حاليا لاعاده تاهيل مش الاطفال. دقيقتين عندنا، ناخذ كلمه اخيره من عندكم دكاتره. انا اوصي العوائل واوصي ادارات المدارس انه تصير عملية تعاون وشراكة من كافة القطاعات وكافة الجهات لخدمة أن يكون الطالب يعيش حياة صحية، وبالتالي تنعكس على أداء الأكاديمي. ونطمئنهم أنه هيئة الصحة في دبي لديها برامج طموحة جدا في رعاية صحة الطلبة، ونتمنى أن نتعاون مع العوائل ومع إدارات المدارس لتنفيذ هذه البرامج. دكتورة سهى، كل أم حريصة على صحة ابنها بدها ابنها يكون صحي وسليم خالي من الأمراض، تكون حريصة جدا على غذائه في اختيار الغذاء الصحي حتى تحميه من الأمراض، تحرص على تناول مجموعات متنوعة، الماء
وما إلى ذلك. وهيئة الصحة عندها العديد من المبادرات مع المدارس والأمهات نعم. لتثقيفهم في الغذاء الصحي. نعم، دكتور حامد يحيى حسين، أخصائي أول طب الأسرة والمجتمع ومساعد رئيس شعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية، شكرا لك. وأيضا كل الشكر للأخت سهى نوفل، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. المريض يحتاج 6 ساعات لمقابلة طبيب الأسنان في عيادة المزهر، ابعث لي أو خلص خلصنا الوقت. ميرا خلي يحدد لي التاريخ واليوم اللي راح فيه وصار عنده 6 ساعات عشان يشوف الطبيب، لأن هذه شغلة غير مقبولة، مستحيل أن تكون بهذا. 6 ساعات دكتورة معقولة؟ محمود، هو طبيب يروح طبيب العام، طبيب العام الأسنان يروح الصبح يكون في شخصين قدامك، كل شخص ياخذ ساعة لساعة ونص أو ساعتين العلاج، فعش فيقولنا روح وتعال عقب 6 ساعات، هالشي طبيعي لأن لغوا المواعيد. 6 ساعات؟ هي إذا قدامك 4 مرضى كل واحد بياخذ ساعة ونص علاج حشو أو أي شيء، يعني هو ياخذ له موعد، هو يروح الصبح يحجز، يعني يقول متى بتخلع الدكتور ساعة واحدة مثلا. هذا ما أنا أحس أنه موضوع لا محتاج إعادة نظر. أوكي، أبعثنا رقمك أخوي. أخوي محمود لو تريق من الصبح بيتخضخض في الباص وبيرجع. لا 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 ما بيرجع، ما بيرجع. أتذكر خلصنا الوقت، بس آخر شيء أنا لأن أتذكر عندي هاي العادة لين اليوم، لين اليوم إذا ركبت باص أتخضخض أرقد من أيام المدارس بعد. وحتى يوم أسافر بس أركب الباص ما أدري يجيني رقاد، ما أدري ليش. سبحان الله، في ناس يقدر يرقدون في الوسائل المتنقلة. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على أمل نلقاكم إن شاء الله غدا مع مواضيع جديدة. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وكانت معنا أيضا الدكتورة ندى الملة، شكرا لك. شكرا لك ميرا الغفلي، كانت معنا في التنسيق، وأيمن سرحيل، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.